حياكم الله. المقاتلون الأكراد هم أيضا أطاحوا بالحدود. اليابكي من سوريا، بشمرجة من العراق، وأخيرا البيكيكي من تركيا يتحدون لمواجهة تنظيم الدولة في قضاء سنجار العراقي. ماذا يبنى على ذلك؟ ما هي الاستنتاجات السياسية، خصوصا أن الأطراف الكردية مختلفة فيما بينها؟ أم أنها مجرد فزعة عسكرية؟ البعض يذهب في تحليل المشهد إلى رؤية كردستان الكبرى في هذا الوضع الميداني. في الملف الثاني، الجيش اللبناني مستمر في خوض معركة طائفية ضد أهالي عرسال. إلى أين تذهب المؤسسة الوطنية؟ وما هو الدور المنتظر من المكون السني الذي يشكل نحو 40% من هذه المؤسسة؟ كل ذلك نتعرف عليه في تفاصيل الليلة، لكن بعد لحظات. أعلن حزب العمال الكردستاني في تركيا عن استعداده لإرسال مقاتلين إلى قضاء سنجار في العراق لصد توسع تنظيم الدولة الذي أطبق سيطرته على المنطقة الحدودية مع سوريا. وتستمر الاشتباكات في القضاء بين تنظيم الدولة ومقاتلي البشمرجة الكردية في محاولة لاستعادة القضاء. نتابع. لم يعد مقاتلو تنظيم الدولة هم العابرين الوحيدين للحدود، فحزب العمال الكردستاني الكردي في تركيا أعلن عن استعداده لإرسال مقاتليه إلى قضاء سنجار في العراق المحاذي للحدود السورية، بعد أن سيطر عليه التنظيم وسيطر على عدة حقول نفطية وبلدات كانت تقع تحت سيطرة قوات البشمرجة الكردية. وهي تأتي بعد أيام من فزعة مماثلة أطلقها الجناح الكردي في سوريا اليابكي، وسارع بإرسال مقاتليه إلى سنجار التي يخوضون فيها معارك مع عناصر تنظيم الدولة كما يؤكد ناشطون، وهو ما يعطي المشهد ربما بعدا قوميا يتحد فيه أكراد تركيا وسوريا والعراق بغض النظر عن الحدود أو الخلافات السياسية الفاصلة بينهم. وفي الحديث عن الخلافات، بدا جليا خلال الثورة انشقاق الصف الكردي بين العراق وسوريا، بل في داخل الصف السوري ذاته، حيث يتهم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم إقليم كردستان العراق بالتعاون مع المجلس الوطني الكردي ودعمه، وطبعا الأخير على خلاف مع صالح مسلم بشأن توزيع الأدوار السياسية. كما تتهم كردستان العراق صالح مسلم بسعيه للانفراد بالقرار الكردي ومحاولته بناء دولة كردية بعيدا عن التحفظات التي تبديها جهات كردية عدة ولو مؤقتا. تلك الخلافات قد تتبدد الآن أمام الوحدة الكردية بوجه تنظيم الدولة، ولا يستبعد البعض أن تكون خطوة جادة على مسار استقلال كردستان التي لمح إليها مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق في وقت سابق. وربما ما يشجعه كما يقول معلقون هو إبداء الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها إرسال أسلحة إلى كردستان العراق لمحاربة تنظيم الدولة. أناقش هذا الملف مع ضيوفي، صالح دميجر كاتب كردي من واشنطن، أهلا بك أستاذ صالح. كذلك نور بريمر البريمو القيادي في حزب البارتي ضيفي عبر القناة الصناعية من أربيل، وبرزان عيسو المحلل السياسي ضيفي من كوباني، أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ صالح دميجر، هل تتعدى هذا التوحد للقوى الكردية سواء كانت السورية أو العراقية أو التركية الفزعة العسكرية؟ أتمنى أن يكون ذلك سازي، أتمنى أن تتعدى هذه الفزعة، أن تتجسد هذه الفزعة بوحدة سياسية بين الأطراف المتصارعة في كردستان. يجب أن أبدأ بمقدمة صغيرة، وهي أن الكرد أينما كانوا يقاتلون أعداءهم بمنطق الحياة، بينما داعش تنظيم داعش هو يقاتل كل المنطقة، كل جغرافية هذه المنطقة بمنطق الموت. فإذا الكرد أمام الموت، وأعتقد أن الفزعة العسكرية يجب أن تتعدى حدود التصريحات من قبل فصيل معين لأطراف أخرى. يجب أن يكون هناك
تعاون على مستوى القيادة بين الكرد في جنوب كردستان وفي غرب كردستان وفي شمال كردستان أيضا. الظاهر الآن في الواقع الحالي هو أنهم كل يحاول أن يقول أنني أمتلك الساحة، وهذا أنا أعبر عن انتقاضي وانتقادي من هذه الخطوة. يجب أن يكون هناك تعاون عسكري مشترك بين القيادة. أعني على سبيل المثال إذا كانت وحدات حماية الشعب تريد أن تقاتل إلى جانب إخوتهم الكرد في كردستان العراق، فيجب أن يكون هناك تعاون عسكري مع وزارة البشمركة، لا أن تذهب وحدات قوات. طيب دعنا نتعرف أكثر على هذا الوضع من ضيفي من أربيل الأستاذ نوري بريمو. أهلا بك أستاذ نوري. في البداية أرجو أن تطلعنا على صورة الأوضاع في سنجار. ما يعني الأخبار تتوارد، هناك لا يوجد صورة واضحة حتى اللحظة، من المسيطر، إلى أين وصلت الاشتباكات أيضا؟ في الحقيقة ما تتعرض له سنجار وزمار وربيعة يعني عبارة عن غزوة همجية، غزوة داعشية تذكرنا بأيام التتر وهولاكو. تنظيم داعش، كلكم تعرفون داعش وأفعال داعش وكيف قضى، كيف يريد أن يقضي على الجيش الحر وعلى الثورة السورية. ومنذ 10 حزيران دخل تنظيم داعش إلى العراق وفتح الساحتين على بعضهما، وأصبحت الساحتان ساحة واحدة، وألغى الحدود العراقية السورية، وهو يعربد على كيفه ويتحرك وفق أوامر تأتيه ربما من دولة دول إقليمية أو من ربما من نظام الأسد. بكل الأحوال ما تتعرض له سنجار وزمار غزوة من الطراز الأول، غزوة من الطراز الإرهابي الأول، ويحق لإقليم كردستان الدفاع عن نفسه، الدفاع عن مواطنيه، الدفاع عن أرضه بكل ما أوتي من قوة. ورغم أن كافة القوى الكردستانية وبما فيها حزبنا وحزب البيادة وأحزاب أخرى عرضت على إقليم كردستان أن يدخلوا على الخط ويساعدوا البيشمركة، إلا أن سيادة الرئيس مسعود برزاني أصر أن يكون الصراع محصور بين داعش وإقليم كردستان، ولا يريد أن يلبسه الثوب القومي، أو لا يريد أن يلبسه وكأنه هناك حرب مفتوحة بين الأكراد وبين الكرد وإخواننا السنة. نحن نقول بأن داعش ليس سني، داعش ليس شيعي، داعش تنظيم إرهابي لا دين له، ولذلك لن نتدحرج إلى حرب كردية عربية يريدها نظام الأسد منذ اندلاع الثورة السورية. طيب أستاذ نوري، أستاذ الشارع الكردي مع الشارع السني في حرب. نعم أستاذ نوري، تحدثت بأنه يجب على إقليم كردستان أن يقوم بحماية نفسه عن طريق جيشه. السيد البرزاني تحدث أن هناك تقاعس في الجيش ويجب أن يحاسب من قام بهذا التقاعس، هذا من ناحية. من ناحية أخرى كانت قبل فترة لا مانع لدى سيادة الرئيس البرزاني أن يرسل قوات من البشمركة إذا تعرض الأكراد السوريين لأي خطر. بكل الأحوال شيء طبيعي عندما نرى نحن في الأجزاء الأخرى، لنفرض في كردستان سوريا أو كردستان شمالي كردستان، عندما نرى بأن إخواننا في إقليم كردستان يمرون بضائقة، ففي بشكل طبيعي يعني الموضوع لن يحتاج حينها إلى قرار سياسي، ولن يحتاج حينها إلى أخذ أو عطى، يعني حينها سيهب الكرد دفاعا عن إقليم كردستان. لكن الأمور لن تصل حتى الآن إلى هذا الحد. كل ما هنالك صح غزوة، صح هجوم إرهابي أودى إلى مقتل عشرات من الأطفال، وخاصة الطائفة اليزدية الكريمة، هم أكراد كرد قوميون يحافظون على قومية لكنهم أقلية دينية تتعرض للتهجير، تتعرض للقتل. في كل الأحوال الرئيس بارزاني لم يطلب من أي طرف كردي المساعدة، وهو يعتمد على بيشمركة كردستان ويؤكد بأن بيشمركة كردستان قادرة على حماية إقليم كردستان. وما جرى في سنجار وربيع يعني لا يوجد عبارة عن كر وفر. طيب لا يوجد هناك دعني بس أكمل. تفضل.
ليس تقاعد وإنما كر وفر، يعني الحروب عادة فيها كر وفر، فيها إعادة ترتيب للقوى، فيها إعادة تموضع، إعادة تمركز. ما يجري هو تحضيرات من قبل البيشمركة. البيشمركة سيخلص سنجار من تلك القوى الباغية الطاغية التي أنهكت الشعب السوري على مدى ثلاثة أعوام، أكثر من ثلاثة أعوام، واليوم يريدون إنهاك الشعب العراقي، إنهاك الساحة العراقية وغمسها بدماء أبناء العراق وسوريا. لكنك أستاذي لم تجبني. التنظيم الإرهابي. نعم، لكنك لم تجبني الآن ما هي الصورة في سنجار؟ من الذي يسيطر على الأرض أكثر؟ هذا من ناحية. ناحية أخرى، إذا أنت تتحدث بأن قوات البشمركة هي قادرة على حماية الإقليم وأيضا هي قادرة على زج تنظيم الدولة، يعني هل نتفهم من ذلك أنه لا يوجد هناك أي عناصر بككي أو بيدي تقاتل معكم؟ حتى الآن رغم مطالبة البيدة ومطالبة أحزاب أخرى بأنهم يريدون المشاركة مع البيشمركة ضد تنظيم داعش، حتى الآن بشكل رسمي سيادة الرئيس مسعود بارزاني رئيس كردستان أعلن بأنه لن يشرك أي قوة أخرى سوى البيشمركة دفاعا عن أرض وعرض الكرد في إقليم كردستان، في سنجار، في ربيعة، في زمار. وأعتقد بأنه على العراق الاتحادي أن يساعد البيشمركة، على المجتمع الدولي أن يقدم السلاح والعتاد البيشمركة، لأن المهمة التي يقوم بها البيشمركة حاليا هي مهمة مكافحة الإرهاب، إرهاب منظم، إرهاب ترتكبه داعش التي فعلا كما قلت أنهكت الشعب السوري وتريد إنهاك الشعب العراقي أيضا. نعم، هذا ما أود أيضا الحديث معه الأستاذ بارزان عيسو المحلل السياسي ضيفي من كوباني. أستاذ بارزان، يعني إذا قمتم بإرسال قواتكم، البيادية ذهبت، البيادية أو القوات والعناصر الكردية إلى إقليم كردستان، هناك من يتساءل ماذا بشأن المناطق الكردية السورية الآن؟ ربما تكون لقمة سائغة لداعش. المناطق الكردية في روجافا وفي سوريا بشكل عام يتم حمايتها بشكل كامل. يعني كان على سبيل المثال كوباني، كما أنتم تعلمون كوباني تعرضت منذ ثاني من تموز العام الجاري لحد اللحظة، كوباني تعرضت لهجمات إرهابية شرسة من قبل داعش، واستطاعت كوباني أن تحمي نفسها يعني تحت راية الوحدات حماية الشعب وتحت بمشاركة أهلية، يعني بمشاركة جميع الأهالي والقرويين الذين كانوا على الحدود. فبالتالي ما أود قوله هنا أن وحدات يعني روجافا أو المناطق الكردية في سوريا قادرة على حماية نفسها، وأثبتت بأنها ذلك أمام تصديها لهجمات داعش من كل الأطراف. سواء مثلا في كوباني هناك جبهة نحو 180 كيلو متر، واستطاع أهالي كوباني وهم لا يزدادون عددا عن شنغال، واستطاعوا لحد اللحظة الصمود في وجه داعش، واستطاعوا أن يحموا مناطقهم. ولكن دعني فقط أوضح نقطة، يعني بالنسبة لمشاركة البيشمركة في شنغال، للأسف بيشمركة تركت شنغال، وهذا ما صرح به مسؤولون يعني شيوخ الديانة الأزيدية في شنغال وفي أوروبا. على سبيل المثال التصريحات التي أطلقها أمس تحسين بق، والذي هو بق الإزيديين في العالم، قال بأنه لا يوجد بيشمركة واحد في سنجار. للأسف البيشمركة تركوا سنجار وحيدة أمام مجزرة يرتكبها داعش، واليوم تتدخل وحدات حماية الشعب وتتدخل قوات حماية الشعب الهيبيجي وحزب العمال الكردستاني بيجي لحماية أقدم الديانات الموجودة في العالم. يعني سيد برزاني، وكأنك تقول بأن البشمركة تخلوا عن سنجار، والآن من يقوم باستردادها وحماية الأزيديين فيها هم البيدي والبككي. هي حقيقة، يعني لا طيب دعنا نتعرف على هذه الحقيقة من الأستاذ نوري من أربيل. سمعت ما تحدث به السيد برزان. أستاذ نوري، كيف ترد؟ عزيزي، لسنا هنا بمعرض الرد وعدم الرد. الذي حصل في سنجار بالضبط. نعم، تفضل. قوات البيشمركة
تحمي سنجار من الإرهابيين منذ عام 2003، منذ سقوط صدام وحتى اليوم، يعني صار 11 سنة قوات البيشمركة تحمي سنجاريين من الإرهابيين اللي كان بالأساس من على أبو زمن، من زمن أبو مصعب الزرقاوي إلى اليوم. نعم. لكن الجديد في الموضوع أن القوات الداعشية التي هاجمت على سنجار كان معها أسلحة ثقيلة، عتاد ثقيل استخدمته من الجيش العراقي عندما الجيش العراقي هرب من الموصل وترك الموصل، يعني كان عندهم. الشيء اللي حصل بأنه ببداية المعركة منذ 3-4 سنة في بدايتها كان معهم عتاد ثقيل وقصف وكذا، البيشمركة كان عندهم أسلحة خفيفة، إلا أنه صار يومين، منذ يومين العتاد الثقيل والأسلحة الثقيلة وصلت إلى أيدي البيشمركة. البيشمركة لم تنسحب بشكل كلي من سنجار، وإنما البيشمركة هناك لواء باق في جبال سنجار انسحبوا انسحاب جزئي من مدينة سنجار وتحصنوا في جبال سنجار. هناك فرق بين مدينة سنجار وجبال البيشمركة، متحصنون وليس هناك أي قوة غير قوات البيشمركة في جبال سنجار ويدافعوا عن سنجار، ريثما تصله القوات. ووزارة البيشمركة تحضر نفسها من تعمل وفق اتجاهين، اتجاه الطيران المروحي يوصل المؤونة والأغذية إلى البيشمركة المتحصنون بالجبال، إلى المدنيين الذين هربوا إلى تلك الجبال النائية التي تحيط بشنغار، وأيضا الجيش لديه يعني وزارة البيشمركة لديها خطة باقتحام شنغال بدءا من زمار وربيعة. واليوم تحركت قوات البيشمركة بشكل جيد ومعها أسلحة خفيفة، وقريبا جدا ستسمع أخبار جيدة. البيشمركة لن يدع داعش تسرح وتمرح في شنغال. طيب يعني على كل الولايات المتحدة قررت، تحدثوا عن دعم ربما لقوات البيشمركة، أيضا قوات المالكي ستقوم بحمايتكم عن طريق الطيران، لكن هناك من يتساءل طيب إقليم كردستان يبحث عن الاستقلال، هو مشابه لدولة، أليس من المعقول أن يكون لديه عتاد ثقيل، مروحيات قادرة على نقل الغذاء الأدوية لأهل سنجار؟ عزيزي، إقليم كردستان يبحث عن الاستقلال، ولكن الاستقلال نحن الاستقلال الذي طالبنا به هو كنا نود أن نعمل استفتاء نحصل على استقلالنا بشكل سياسي، استفتاء شعبي بموجب الدستور العراقي. كنا يعني سيادة الرئيس مسعود بارزاني وحكومة إقليم كردستان اختارت لها خيار السلم، خيار السياسي، خيار الاستفتاء لاختيار إما الكونفدرالية أو خيار الدولة. لكن الشيء المفاجئ بهالموضوع بأنه الجهات إقليمية تدعم داعش أو أوجزت لداعش بتعكير صفوة إقليم كردستان، بكسر إرادة إقليم كردستان، الإرادة الساعية نحو استقلال هذا الاستقلال اللي هو حق طبيعي إسوة بكل شعوب المعمورة. طيب تحدثت أكثر من مرة عن الجهات الإقليمية والدول الإقليمية، من هي هذه الدول؟ من تقصد بها على وجه الخصوص؟ بكل الأحوال داعش معروف مع مين مرتبط، مرتبط مع محور النظام السوري ومن يدعمه. تقصد إيران؟ إيران وغيرها. إيران. أستاذ صالح دمجر، كيف تقرأ المشهد الآن؟ طيب إذا كان الحديث، الأستاذ نور يتحدث بأنه المعارك عبارة عن كر وفر، لا يوجد هناك انسحاب كامل للبشمركة من سنجار، لكن الأستاذ برزان عيسو يتحدث بأنه يعني تركوا سنجار لوحده، والآن البككة والبيدي هي من تقاتل في سنجار، كيف تقرأ هذا المشهد؟ ربما أصبحت لم تصبح فزعة عسكرية. نعم، أعتقد أن القول بأن البيشمركة قد تركوا مواقعهم هو من الإجحاف بحقهم. البيشمركة منذ الأزل هم يواجهون الموت أينما كانوا. نعم، التعبير الأصح هو أن داعش، أن تنظيم داعش الإرهابي قد غدر بهم على حين غرة، وكانت نوعا من سياسة الكر والفر وليست انسحابا، لأنك إذا انسحبت من موقع وتخليت عنه يعني أنك لن تستطيع أن تكون قادرا على الرجوع إليه. أعتقد أنه من الإجحاف حقا بحق هؤلاء البيشمركة الذين يواجهون الموت أن نقول بأنهم عن تخلوا، وإن كنا
على فرض أن نقول بأنهم قد تخلوا، هل يحق لقوات الحماية الشعبية من غرب كردستان أن تقطع، أن تتجاوز، أن تجتاز حدود دولة مستقلة لتقاتل الإرهابيين هناك؟ أعتقد أنه عمل غير شرعي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الحدود الموجودة حاليا بين إقليم كردستان، وإقليم كردستان هم الأولى بحماية حدودهم ومناطقهم. وقلت في البداية إذا كان القوات الحماية الشعبية فعلا يريدون أن يساعدوا إخوتهم، فعليهم أن يقدموا طلبا رسميا إلى وزارة البشمركة، وإذا ما وافقت وزارة البشمركة في إقليم كردستان حينها يكون تدخلهم شرعيا. نعم، لكنهم ربما يتحدثون منهم ليسوا بحاجة إلى موافقة حتى يقوموا بحماية أهاليهم. لكن إذا كنا أخذنا بهذه النظرية، يعني إذا كان الانسحاب تكتيكي من بضع يعني ليوم أو لساعات من منطقة ما، فماذا طيب. يعني فكيف سنقرأ انسحاب أو تراجع قوات الحماية الشعبية؟ أنا لا، في غرب كوباني وفي شرق قرى كوباني لأيام عديدة، وقد دخلت داعش إليها وقد علقت رؤوس بعض الشعب الكردي هناك. هل طيب. نعتبر أن انسحابا من لساعات من قرية أو من منطقة محددة هو خيانة أو غدر؟ أعتقد أنه إجحاف، هذا طيب. إجحاف بحق الكرد. طيب إذا كانوا نعم، يعني هذا كان إجحاف إذا تبين بأن قوات البشمركة انسحبت، ليست كر وفر كما تحدث الأستاذ نوري. أستاذ برزان، هناك من يقول يعني ربما هذا السبب لأنه لا يوجد هناك قيادة عسكرية واحدة، ربما القوات البككية والبيضة يقاتلون من غير الرجوع إلى القوات البشمركة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك من يتحدث الآن عندما يسمع ما نناقش ويقول بأنه ربما الخلافات السياسية انعكست أيضا على الأرض. لم أسمع السؤال جيدا، الاتصال عندي سيء جدا، ولكن أعيد السؤال إذا أردت. نعم، أعيد السؤال. هناك من يقول أنه من الإجحاف أن نتحدث بأن قوات البشمركة انسحبت، هي عمليات عسكرية كر وفر، لكن هناك من يتحدث أيضا بأنه هل انعكست الخلافات السياسية على الأرض الآن بين القوات الكردية؟ طبعا طبعا إذا كان هذا الانسحاب انسحابا تكتيكيا، لا يجوز الانسحاب تكتيكيا إذا كان يعني وترك مئات الآلاف من الناس من المدنيين والأطفال في يعني في جحيم الإبادة الجماعية. هذه هي حقيقة، لا يمكن أن نقول عن هذا الانسحاب بأنه انسحاب تكتيكي. يعني وبالنسبة للانسحاب تأكيدا على ذلك، هناك المئات الفيديوهات التي نشرت على صفحات الإنترنت، ويمكن من خلال هذه الفيديوهات أن نفهم بأن يعني البشمركة انسحبت من هذه المناطق، وهناك شهود عيان تحدثوا من عبر فضائيات حتى مقربة من البشمركة تحدثوا عن انسحاب بشمركة وعن عدم وجود أي بشمركة في هذه المناطق. الأمر الآخر، اليوم يعني في ربيعة هناك تنسيق بين بشمركة حزب او اتحاد الديمقراطي او اتحاد الوطني الكردستاني ووحدات حماية الشعب فقط في الربيعة. الشيء الاخر، يعني اليوم ايضا شاهدته على احد فضائيات المقربة من وزارة البشمركة والتي هي فضائية روداو، كان مراسلها يتحدث من قرية محمودية ويقول بأن بيننا وبين ربيعة ما زال هناك نحو 20 كيلومتر. فكيف يمكن البشمركة أن تصل إلى سنجار وبينها وبين ربيعة نحو 120 كيلومتر، وفي يعني في حين أن شنغال تقع جنوب ربيعة بنحو 35 كيلومتر؟ هذا أمر. أما بالنسبة للخلافات السياسية، هناك تنسيق قوي بين وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بيشمركة الاتحاد الوطني الكردستاني، وهم يقاتلون اليوم جنبا إلى جنب ضد عصابات الموت التابعة لداعش سواء في ربيعة أو في غيرها. هذه هي حقيقة. هناك نعم، يعني البكك والبيادة هم على جناح واحد من غير البشمركة. هناك حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أيضا مشاركون في هذه العملية، فقط الطرف الذي انسحب من القتال هم
حزب الديمقراطي الكردستاني، واليوم يعودون الى الساحه تحت ضغط شعبي كبير، يعني اليزيديون او نعم. طيب لم يبقى لدي وقت برزان، نعم لم يبقى لدي وقت استاذ نوري، فقط يعني هل الانسحاب تكتيكي ام لا يوجد انسحاب؟ لا يوجد هناك قوات للبشمركه الان، بكاكيل بيادي وايضا الحزب الديمقراطي من يقاتل، الانسحاب كان من قبل قوات البشمركة، هناك ضغوط شعبية حتى تعودوا إلى هناك، هذا ما أتحدث به الأستاذ برزان عيسو. شوف عزيزي، لا أنا ولا الأستاذ برزان عيسو نحن لسنا محللين عسكريين كيف انسحاب تكتيكي وإنسان بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني أو بيشمركة وزارة إقليم كردستان لا زالت موجودة في جبال كما حكيت في جبال سنجار. فقدنا الاتصال، على كل شكر لك خلاء الغزاة نوري بريمو. اعتذر للمقاطعة، لم يبقى لدي وقت، الكلام الأخير كان ما زالت القوات موجودة عند جبال سنجار. شكرا لك نوري بريمو قيادي في حزب البارتي ضيفي من أربيل، شكرا لك صالح دميجل الكاتب الكردي ضيفي من واشنطن، شكرا لك برزان عيسو المحلل السياسي ضيفي من عين العرب كوبان. أذهب إلى فاصل.